اشرح لنا عليها دكتور. هلا احنا البروستيت خلوا شغله بيقدر يشغله. تقدر تشغل الفيديو بليز. ايوه هلا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا. اذا بتلاحظ هذه البرتقاليه هي البروستيت اللي زي قد حبد الكستنه بالانسان، موجوده تحت المثانه وموجوده عند مجرى البول، بدخل منها مجرى البول ومجرى القذف عند الرجل. وهي مهمه جدا عند الرجل لانها هي المسؤوله عن الذكوره عند الرجل، لانه الهرمون الذكوره عند الرجل يفرز بالخصيتين ويفعل في بالبروستيت. ولذلك البروستيت موجوده هي جزء داخلي في جسم الانسان مش مرئي من الخارج، وحتى نصل له لابد من وسائل معينه حتى نعرفه. البروستيت النقطه الثانيه مكانها موجود خلف ربنا خالق الشرج تاع الرجل، ولذلك احدى الطرق اللي ممكن هسه بالمستقبل نحكي عنها اللي نصل لغده البروستيت نفحصها هي عبر الشرج. كويس. ولذلك البروستيت ممكن يصيبها التهاب، ممكن يصيبها تضخم، ممكن يصيبها ورم سرطاني في هذه الغده الصغيره اللي موجوده عند الانسان. اوكي. على هيك احنا بنقول انه البروستيت هي حصريا، لما عم نحكي لمشاهدينا هي حصريا عم نحكي للرجال. نعم. فقط. نعم. طيب شو اهميه هاي البروستيت بجسد الرجل؟ بس عند الرجل البروستيت لها اكثر من مخلوق، لها اكثر من غايه. الغايه الاولى زي مثل ما حكيت لك هي التستوستيرون، هو هرمون مسؤول عن الذكورة عند الرجل، المقدرة الجنسية، الرغبة الجنسية، يفرز أصلا في الخصيتين مش في البروستيت، ولكن يحول من مادة غير فعالة لمادة فعالة داخل البروستيت. هذه واحدة. هلا أثناء القذف الإنسان المادة اللي بيقذفها الرجل أثناء الممارسة الجنسية حوالي 70-80% من هذه المادة اللي بينتجها هي إفرازات من البروستيت وليست حيوانات منوية مثل ما بيعرف الناس بتفكر. هذه فيها مواد غذائية، فيها مواد تعقيم، وفيها مواد حتى ترد إنها تحلل المادة اللزجة لمادة سائلة في أثناء القذف، ومن ثم يصير عند الإنسان الإنجاب والإخصاب. فلذلك أهميتها أكثر من أهمية واحدة موجودة. طيب أنا بدي أرجع أذكر مشاهدين ومشاهدين إحنا موجودين معكم على الهواء، هلأ رح يطلع لكم أرقام تليفونات فيكم تتصلوا فينا وتشاركونا، تسألوني، تسألوا الدكتور مازن، إحنا بخدمتكم، هذا البرنامج لصحتكم، جاهزين لسماع جميع استفساراتكم بخصوصية وعلنا زي ما بتحبوا. إن شاء الله الله يقدرنا أنه نخدمكم. دكتور شو هو سرطان البروستات؟ هلا سرطان البروستات زي ما حكينا انه هو سرطان منتشر بشكل كبير خارج وطننا الحقيقة، خاصة في امريكا اكثر من اكثر الدول في العالم. سرطان البروستات انواع، بس في واحد مميز بسموه ادينو كارسينوما، اللي هي بصير اختلال في خلية من خلايا غدة البروستات وبصير يتضاعف العدد تاع الخلايا هذه، ومن ثم بصير عند الانسان الحاله السرطانيه اللي بنحكي فيها، وهذه بصير اول ما بتبدا بالبروستيت وبعدين تصير تبعد عن البروستيت على مكان ابعد وابعد، ممكن تصيب اماكن اخرى في هذا انتشار اي. نعم. اي ورم. في انواع منه دكتور؟ هو في انواع، بس الاهم واحد فيهم اللي بنحكي عنه دائما نحن واللي بنناقش فيه دائما هو اكثر شيء اللي هو ادينو كارسينوما بسموه. الادينو كارسينوما تقريبا 95% من نوعيه سرطان البروستيت هو من هذا النوع. في انواع ثانيه هي قليله ممكن تصيب، لانه البروستيت فيها الغده هي مكونات اكثر من مكون، ممكن تصيب العضلات، ممكن تصيب الكبسول، ممكن يعني انواع ثانيه من ممكن الغشاء الداخلي ترانزيشنال سيل كارسينوما بسموها، اللي هو المبطن لمجرى البول المار بالبروستيت. بس اللي بنحكي عنه عادة واللي بيحكي عن علاجه واللي بنحكي عن الأغلب هو بيسموه الأدينو كارسينوما أوف ذا بروستيت، اللي هو أسوأهم. أسوأهم أو مش أسوأهم الحقيقة، هلا بدنا نطمن الناس كمان شوي حقيقة. مهم جدا نطمن الناس إنه سرطان البروستيت عادة مش سيء. يعني هاي كمان بالعادة مش سيء، ولذلك يعني احنا بنطلب من الناس انه يعطونا الاهتمام، بس بالمقابل بنطمن الناس انه لا تخاف منه، حتى لو صابك لا سمح الله للانسان للرجل ما تخاف منه، ما تتوقع الأسوأ. عطلة معنا على الهواء، تفضل عطلة. يعطيك العافيه. الله يعافيك. بدي احكي مع دكتور. بالله تفضل. اهلا وسهلا دكتور، يعطيك العافيه. الله يعافيك، ربي يحفظك.
دكتور انا صار لي 7 سنوات متزوج ما عندي انجاب، كل ما براجع على اطباء بيقولوا لي عندك التهاب بالبروستات، بيعملوا لي صوره اندرا ساوند بيقولوا لي عندك التهاب بالبروستات، باخذ علاج لكن كل ما اروح افحص برضه بيقولوا لي عندك التهاب بالبروستات. يا سيدي، هو عدم الانجاب عند الرجل موضوع شائك نسبيا، بيعتمد على امور كثيره، بيعتمد على اول شيء على انتاج في الخصيتين يكون صح، بروستات صح، عدم وجود دوالي، هرمونات صح، ومن ثم التهاب البروستات احد الاسباب ولكن ليس كل الاسباب. والتهاب البروستات يا دكتور انا عندي دوالي مع الخصيتين، بس بيقول لي الدكتور اللي براجعه ما بيأثر من عندك على الانجاب. لا يا سيدي، يعني الدوالي من الأسباب المعروفة عالميا اللي بتأثر على الإنجاب، يعني تأثيرها معروف أكثر من التهاب البروستات. التهاب البروستات ممكن يأثر على الإنجاب، وممكن علاج بالمضادات الحيوية، وممكن إنه طبعا إذا بنتكلم على التهاب البروستات المزمن ما بنتكلم إنه يشفى منه نهائيا الإنسان، ولكن ممكن تمر مراحل اللي يتحسن فيها الإنسان لمدة 2 إلى 3 شهور ممكن نسيطر عليه ويصير الإنجاب. مش هتحل المشكله ببساطه، اعمل زراعه سائل منوي، اعمل، مش بحكي لك هو التهاب البروستات السبب، اعمل زراعه سائل منوي، شوف قديش كريات الدم البيضاء في السائل المنوي، بتبدل لك انه فعلا هل هو موجود عندك التهاب وشو العلاج المناسب. يعني اللي عم بحكيه دكتور مازن فحص، زراعه سائل منوي هو نوع من انواع الفحص. دكتور نعم تفضل. دكتور كيف بتعرف انه دوالي هي اللي بتاثر عندي على الانجاب؟ والله شوف علي، احنا صعب جدا كعلى تلفزيون الان ان اعطيك كل الطب اللي عندي طبعا، بس المقصود حبيبي، المقصود حبيبي، المقصود انه يعني بعطيك الاسباب بشكل عام، بس المفروض انه حقيقة انه يشوفك طبيب، هو الطبيب يعني يكون متمكن بحيث انه يستطيع يبحث بالاسباب، يعطيك الحل الأمثل والمناسب. والآن يعني الإنجاب صار فيه وسائل كثيرة جدا وسهلة جدا، وصار في علاج مش مثل الأول كانت في صعوبة، لا في طفل أنابيب وفي في في أمور كثيرة، ولذلك بنصحك اختيار طبيب الصح، اختيار طبيب صح اللي يكون ينصحك صح ويعالجك صح والفحص السريري. نعم. نعم. احنا أعزائنا المشاهدين بنرجع بنشجعكم بنقولكم إنه الفحص السريري هو اساس الطب، احنا هون بنحاول نفيدكم بمعلومات قد ما بنقدر، على الاغلب رح تضطروا ترجعوا للفحص السريري لدى الطبيب. وسيد عطلة اذا بتحب يعني استشاره الدكتور مازن وكل دكاترتنا اللي بتشوفوهم، اهلا وسهلا فيكم. هلا دكتور مازن قرعان رح تلاقوا عناوين الاتصال فيه خلال الحلقه وباخر الحلقه بوضوح، تابعونا عشان تحصلوا على المعلومات اللي بدكم اياهم. معنا احمد، تفضل يا احمد. مرحبا دكتور. اهلا، كيف حالك؟ اهلا وسهلا، تفضل. برنامج القيم دكتور. الله يخليك يا رب. دكتور هل الممارسات الجنسيه المتكرره، الممارسات الجنسيه المتكرره اقصد فيها الحلال طبعا، الممارسات الجنسيه الحلال المتكرره تعتبر سبب من اسباب التهاب البروستات؟ وهل الممارسات الجنسيه ايضا المتكرره بعد سن معين في سن الكبر كمان تعتبر سبب من اسباب التهاب البروستات او السرطان؟ هاي الدكتور مازن معكم. طيب. وهو راح يجاوبك. هلا التهاب البروستات على السريع خلينا نحكي لك اياه، نوعين، في التهاب بروستات حاد، التهاب بروستات مزمن، الموجود بكثره هو المزمن. الحاد، اثناء التهاب البروستات الحاد ممنوع الممارسه الجنسيه، في هذيك اللحظه بيكون عند المريض حراره والم وحرقه شديده جدا لفتره محدوده جدا ما بنتكلم عنه. هلا الاشي المنتشر عالميا موجود بكثره، موجود 10% من رجال العالم، هو التهاب البروستات المزمن. التهاب بروستات المزمن حبيبي كان اصلا العلاج تاعه كان بالاول بسموه بروستاتيك مساج، يعني نعمل ضغط على البروستات حتى تفرز المواد الموجوده فيها. هلا وجدوا علميا انه بما انه القذف عند الرجل يعمل يعني بيضغط البروستات وبعمل لها نوع من انواع التفريغ، فاذا العلاج الامثل لالتهاب البروستات المزمن بالاضافه للمضاد الحيوي هو القذف. ولذلك كل ما زادت الممارسات الجنسيه عند الرجل وزاد عنده القذف وقل عنده الاحتقان اللي بدون قذف، هو يعتبر علاج للالتهاب البروستات المزمن. فأنا بنصحك وبنصح كل واحد من هذا الشيء. النقطة الثانية، السؤال اللي سألته الثاني إنه هل هو سبب للالتهاب؟ طبعا لا، مثل ما حكينا، لأنه أصلا ربنا خلقها، هي الغاية من هذا العضو هذا الشيء إنه تساعد السائل المنوي، وهي متكون حوالي 70-80% من كمية السائل المنوي، ولذلك هي موجودة لهذه الغاية وانت بتنشطها اكثر. واهلا وسهلا.
طيب شكرا على مشاركتك سيد احمد. دكتور على فكره اللي قاله السيد احمد فعلا هي يمكن انا بكل حلقه بحب احكي عن الخزعبلات. نعم. اللي بنسمعها بعياداتنا يعني كلنا كاطباء بيمر علينا خرافات. نعم. من المرضى ومن غير المرضى مع الاسف هي لا تمت للواقع بصله زي تعدد الممارسات هو بيؤدي لتضخم بالبروستات فمش عارف هو خلينا نكون واقعيين هي هذه الاثار الخزعبلات مرات بكون لها اسباب يعني خلينا نحكي بلاش طبعا انا ترى حاج واربع عمرات يعني في مرات بكون لها اسباب لها علاقه بالدين حتى تخويف الناس من شغلات معينه مثل ممارسه العاده السريه مثلا ما راح ادخل فيها حلال وحرام انا مش مسؤوليتي هذا الشيء بس في يوم من الايام بعطي محاضره فباخذ دراسات خارجيه فبوجد انه مش بس عند العرب هاي الخزعبلات موجوده حتى عند الغرب مثلا العاده السريه بتساوي شعر بالايدين هذا لا يمت للواقع بتؤدي الى فقدان الذاكره بتؤدي 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 وهو نوع من انواع وكانه كانوا رجال الدين في هذاك المكان في هذاك الوقت حتى في الغرب انا بتكلم بدهم ينهوا الناس عن الشغله هذا العاده السريه حتى يشجعوا الزواج واحنا مع تشجيع الزواج طبعا اكيد كلنا مع تشجيع الزواج عشان يحدوا من الاخطاء الاجتماعيه يمكن استخدموا بعض الخرافات لترهيب المجتمع فلذلك يعني موجوده في كل المجتمعات وحلها الحل هو مثل حلقه اليوم الحلقه اليوم هي الموجوده اللي هي نوع من انواع التوعيه في معنا كمان اتصال تفضل انت على الهواء ابو راشد السلام عليكم وعليكم السلام تفضل كيفك اخي ان شاء الله تمام اهلا وسهلا بدي احكي مع الدكتور مازن تفضل دكتور مازن كيفك سلمك ربي يحفظك دكتور مازن انا كنت اتعالج عندك زمان في المدينه الطبيه يعني قبل 4 سنوات تقريبا وانا فخور كثير فيك طبعا تسلم طبعا طلعت من المدينه الطبيه وطلع عندي سرطان في اللهم صل على سيدنا محمد في الخصر